اهلا بحضراتكم في بث مباشر جديد من داخل صاله التحرير اليوم السابع، والحقيقه انا شخصيا سعيد جدا بالبث المباشر ده لان هيكون معانا في مايكل راشد اللايف كوتش وخبير التنميه البشريه واليوتيوبر. والحقيقه انا واحد من الناس ما كنتش مؤمن قوي بالعالم ده، لكن مايكل من اليوتيوبر المعروفين جدا، واحد من الناس اللي لما تابعتهم غير لي وجهه نظري تماما عن العالم ده، وفيديوهاته فعلا مؤثره جدا، مذاكر الموضوع ده كويس جدا، بيتكلم دايما بشكل علمي وبيدينا دايما حاجات تاثر في حياتنا. وهو دايما كده عنده شعار ان انت لما تتفرج على الفيديو هياثر في حياتك بلو 1% على الاقل. فبعيدا عن الاخبار والاحداث، الفيديو ده هيأثر فعلا في حياتكم بشكل كبير. واحنا بنبدأ سنة جديدة، ناس كتير عندها احلام وطموحات وافكار، ازاي نعمل الاحلام دي وازاي نعمل الطموحات دي وازاي نحقق احلامنا في السنة الجديدة. ده اللي هيكون الموضوع اللايف ده، مش بكلام بقى اللي هو اشتغل كتير واجتهد كتير والكلام ده، لا، بكلام علمي فعلا ومنظم وبنصايح هترتب لكم فعلا حياتكم بشكل حقيقي وعلمي جدا. فانا سعيد ان منورني في اللايف النهارده مايكل راشد اللايف كوتش واليوتيوبر. اهلا بيك يا مايكل. اهلا بيك، الاخبار اخبار اليوم السابع كله، ومتشكر ان انا موجود معاكم ومتشكر للمشاهدين. جزء من اللايف ده كمان هيكون استقبال اسئلتكم، فاللي عنده اي سؤال يبدا يبعته لنا على البث المباشر، وفي نهايه اللايف هنقرا مجموعه من الاسئله. يعني ابداوا ابعتوا لنا الاسئله دلوقتي وانا معاكم متفاعلين على طول من خلال صفحه اليوم السابع، هنقرا اسئلتكم في نهايه اللايف. في الاول يا مايكل، ايه اهم نصايح تديها لنا واحنا بنبدا سنه جديده؟ بص، هو يعني ممكن نبتدي كده بكومن باك جراوند او ارضيه مشتركه، يعني ان احنا بنركز على السنه اللي فاتت اللي حصل فيها، خلاص انتهى، يعني ده الوقت اللي احنا المفروض نموف اون فيه ونبتدي نتحرك فيه. وعامه يعني هو فكره السنه الجديده بالنسبه للناس اللي بتحب تقرا كتب كده زي حالاتي، او بالنسبه لاي حد هو بيحاول يطور من نفسه، هي تعتبر كده الفرصه الذهبيه، لان ده الوقت اللي انت ممكن تقول فيه بمنتهى البساطه كده، انا الحياه بتاعتي في السنه اللي فاتت او في اي سنه قبل كده محتاج ان انا اراجعها، ومحتاج ان انا اوقف وقفه مع نفسي واشوف انا عايز ايه الفتره الجايه، وابتدي احط لي شويه جولز كده، شويه اهداف، وابتدي احط زي ميجرز كده ازاي اقيس الفتره الجايه. ده ان جنرال يعني ليه فكره السنه الجديده دي ممكن تبقى هي اهم ايفنت او اهم حاجه انا المفروض اركز عليها، لان هي طيب، فرصه انك تبدا. انت مايكل عملت فيديوهين عن ازاي نخطط للسنة الجديدة، عايزك تلخص لنا اهم النقط اللي كانت فيهم، بص يعني يمكن اكتر حاجه انا بحسها لان انا مرتبطه شخصيا قوي بالسنه استفدت من الجديده. الفيديوهين دول جدا. عايز اقولك ربنا يخليك بجد، ميرسي جدا. يعني اهم حاجه بس انا عايز الناس تركز عليها، يعني هو فكره العادات، يعني دي من اكتر الحاجات اللي انا يعني حتى بتكلم عليها في التشانل، ومن اكتر الحاجات اللي ممكن تفرق يعني في اي سنه انت هتعدي بيها او في اي حاجه، ازاي تكون عاده او ازاي انك تطلع عاده من سيناريو حياتك. يعني انت عارف، يعني لو انت بتتفرج برضو كده عليا وكده، ان معظم الحاجات اللي احنا بنعملها في اليوم بتاعنا تقريبا عادات، يعني وانت بتشتغل، وانت بتتكلم مع حد من اصحابك، وانت في العيله بتاعتك، وانت بتعمل اي حاجه، كل الكلام ده عادات. العادات بتشكل حوالي 70% من الحاجات اللي انت بتعملها كل يومك. فلو انت غيرت العادات بتاعتك انت هتكسب حاجات تانية قدامها كتير، هتلاقيك بتعمل حاجات وانت مش واخد بالك انك بتعملها، بس في نفس الوقت الريزلت او النتيجه مختلفه. اول حاجه انا عايزك تعملها يعني، او اول حاجه انت ممكن تبتدي بيها، هو انك تجيب كده ورقه وقلم وتشوف العادات اللي انت كنت بتعملها وانت مش واخد بالك، او العادات اللي كانت واخده جزء كبير جدا من يومك، واللي يعني ممكن نسميها كده عادات بتخليك ما تاخدش اي خطوه لقدام، ومش هنقول يعني ان هي بتشدك لتحت وكل الكلام ده، ولكن اتليست مش بتخليك يعني تحقق اللي انت عايزه. يعني عادات مثلا زي ايه؟ انك بتقعد مثلا بتلعب العاب لفتره كبيره، انك بتقعد مثلا على القهوه لفتره كبيره، انك يعني عندك بعض الاصدقاء او بعض الناس انت متعود انك تقعد معاهم، والناس دي برضو مش احسن حاجه ومش بيشدوك لفوق. زي ما انت عارف برضو احنا البشر، يعني اي واحد فينا هو محصلة الستة او الخمسة ستة اللي موجودين حواليه. فلو انا مثلا دلوقتي الخمسة مايكل فصل معانا. طيب هنرجع تاني لمايكل راشد، وطبعا متابع معاكم ناس كتير بتقول اتكلموا عن الامتحانات، في قرارات مهمة لمجلس الوزراء بخصوص فيروس كورونا، كلام عن التعليم، والناس عندها مطالبات بعض الناس ان التعليم يتم اتخاذ بعض الاجراءات في نظام التعليم السنة دي. فيعني اللايف ده زي ما قلت لكم هو موجه ازاي نغير حياتنا وازاي نغير السنه، ازاي نبدا السنه الجديده بشكل جيد. وده لايف فعلا هيساعدكم شخصيا انكم تدعموا حياتكم السنه الجديده، ومش بكلام زي ما قلت لكم اللي هو بقى اشتغل كتير لا، هو
علميا ازاي نبدا ننظم نفسنا خلال السنه الجديده. مايكل راشد هيرجع لينا دلوقتي حالا. مايكل رجع معانا؟ انا اسف تمام، اسفين يا جماعه على العطل الفني. تمام، سوري جدا. معاك يا مايكل، بس اتفضل، واللي عندهم اي اول اسئله يبعتوا لنا واحنا متابعين معاكم في البث المباشر. ماشي، هي اول حاجه، تمام. اول حاجه فكره العادات. يعني انا شايف ان دي من اكتر الحاجات اللي انت ممكن تركز عليها في انك تبتدي سنه جديده، او يعني السنه الجديده يبقى ليها شكل مختلف. يعني تاني حاجه، يعني او تاني حاجه ممكن تحطها في دماغك شويه كونسبتس كده وشويه مفاهيم، زي مثلا مفهوم ان انا محتاج انتخ، محتاج اريح، محتاج ان انا اخد اجازه وافصل. كل الحاجات دي هي طبيعي جدا، من المهم ان احنا نريح ونفصل وكل الحاجات دي، بس احنا اتعودنا ان احنا نعمل كده، اتعودنا ان احنا نريح، وسبيشالي في الاوقات دي من السنه يقول لك ايه، لا احنا نعمل شوت داون، احنا عايز افصل دماغي، بالظبط خالص هفصل الفيشه، فاهم؟ فاللي هو يعني ده غلط. ده غلط، مش 100% غلط، بس المشكله في ايه؟ انت اه ممكن تكون محتاج انك تريح جسديا، بس انت محتاج انك بتريح جزء قليل بحيث انك تطلع النيجاتيف انرجي بقى، او تستعيد الطاقه بتاعتك تاني، وبعد كده المفروض ترجع تاني تخطط وتحط بقى الهندسه بتاعت حياتك دي. الفكره في ايه؟ ان اي وقت انت بتضيعه، اي وقت انت بتضيعه دلوقتي من دماغك او من يومك، الوقت ده هو انت متخيل ان هو بيرجع لك طاقه، بس هو في الاساس هو بياخد منك طاقه. يعني هو اي وقت بيروح هو طاقه رايحه برضه في نفس الوقت، يعني الوقت اللي فانت مش بنريح المفروض فيه انك ده لو طول شوية ياخد طاقتنا، ما يديناش طاقة بالظبط زيادة. اوكي، بالظبط. فانت يعني دي الوقت اللي معلومة انت تحاول مهمة جدا. تضيعه بايديك ده، فانت اوريدي خلاص انت بتضيع وقتك وبتضيع كمان طاقتك. يعني انت ممكن يكون عندك حاجات مهمه المفروض تعملها، ممكن يكون عندك شغل كتير على فكره متكربس عليك وكده، بس انت تقول ايه، طب انا اريح شويه وبعد كده هرجع تاني اشتغل. فكره اريح شويه دي انت اكشلي بتاخد من الطاقه اللي انت ممكن تشتغل بيها. اوكي، بس حط ايه المعلومه تاني؟ دي في دماغك، لان السنه الجديده ممكن تكون انت محتاج فيها انك تتحرك بسرعه، محتاج انك يعني تنجز شويه. تاني حاجه محتاج برضو الناس تبقى في دماغها، يعني فكره الحماس والريزولوشنز والامنيات بتاع السنه الجديده. عارف انت في كونسبت بره كده اسمه النيو يير ريزولوشن، اللي هو ايه، ناس تقول لك انا في السنه الجديده نفسي اعمل 10 حاجات، اولا نفسي ان انا اخس، ثانيا نفسي ان انا اروح الجيم، ثالثا نفسي ان انا اترقى، رابعا افتح مشروع خاص بيا. تلاقي بقى في قايمه كده انا وعامل بجري وراها، المطعم. واعمل المطعم وكل الكلام ده، وانت تكون متحمس جدا جدا انك تعمل كل الحاجات دي. وبعد كده تيجي في اول شهر ممكن تبتدي في اول خطوه ان ابتديت اصلا يعني، وبعد كده تلاقي نفسك ما عندكش اي تدفع حماس اشتراك خالص. الجيم غالبا اول شهر. احنا كلنا بندفع اشتراك الجيم ومحدش بيروح، عادي خالص، فاهم؟ بيبقى عندك طاقه كده من الحماس بس مش بتعرف تخرجها طب او مش ازاي بقى بتطلعها. نصلح ده؟ بص، هو ده كان موجود جوه كتاب، يعني برضو يعني اخلي الناس يعني برضو تشوفه او كده وترجع له، اسمه موتيفيشن ميست، او اسطوره او وهم التحفيز. ان انت لما بتبقى بتسمع كلام، ولما حد يقول لك زي حالاتي كده كلام اعمل واشتغل وبتاع وكده، وانت تقتنع بالكلام ده وتروح عشان فعلا تعمل كده، عمر الكلام ده ما بيجيب نتيجه. يعني التحفيز فعلا مش فكره ان انا اكون عايز اعمل حاجه وحاسس بشعور ايجابي ناحيه الحاجه دي فيلا اشتغل عشان اوصل لها. الحماس فعلا او التحفيز الذاتي يعني زي ما بيقولوا كده، هو حاجه بتحصل انترنالي، انا عايز اوصل للحاجه دي، انا هفضل اعمل الحاجه دي وهفضل اعملها 100 مره بغض النظر هوصل لنتيجه او لا. يعني انا اروح الجيم مثلا مش علشان اجين شكل بقى واعمل ماسلز وفورمه والكلام ده كله واخس، لا انا اروح الجيم عشان انا احب ان انا اروح الجيم، حتى لو اروحه من غير ما احقق اي نتيجه. هو ده بقى فكره التحفيز والحماس اللي بجد ممكن تكون موجوده، مش ان انا متحمس ان انا اعمل حاجه عشان اوصل لحاجه، مش متحمس ان انا افتح مطعم علشان اكون غني، مش متحمس ان انا مثلا اشتغل حاجه عشان اوصل في حاجه تانيه، لا انا بعمل حاجه عشان انا بحب ان انا اعمل الحاجه دي وافضل اعملها 100 مره حتى لو ما جابتش اي نتيجه. هو ده فكره بقى ان انت تحافظ على الحماس اللي موجود جواك بجد. الموضوع ملوش علاقه بمين قال لك جمله فاثرت فيك فانت بتحاول انك تنفذها وبتحاول انك تجري وراها، ولا بفيجن انت شايفها معينه كده في دماغك وعايز توصل لها. الفيجن او الرؤيه دي حاجه حلوه جدا، بس الاهم من انك تحط يعني هدف ورؤيه كبيره لحياتك هو انك تحط نظام تمشي عليه كل يوم. بدل ما تقول انا عايز اخس فعشان كده اروح الجيم، تقول لا انا بقى عندي نظام ان انا اروح الجيم، فاهم؟ من غير بقى خلاص ما ترجع للنقطه التانيه ان انا اخس واغير شكلي والكلام ده كله. يعني دي فكرة نقطه ان انا افضل مهمه احفز لازم، نفسي بان انا هعمل حاجة كويسة دي، لا انا لازم احط نظام ان انا اخد قرار ان انا لا هفضل اعمل الحاجة دي واشيل الريزلت من دماغي شوية. بالظبط بالظبط. عايز اقول لك دي نقطه مهمه جدا جدا. يعني المشكله ان احنا لما بنحط هدف كبير في دماغنا ونخلي الهدف ده قدامنا، احنا مش بنحبط متخيلين بسرعة، ده صح، بنحبط بنحبط بسرعة. اولا انت بتحبط، اولا طبعا بتحبط جدا. ثانيا لو مثلا عدى يوم عليك وانت ما مشيتش في اتجاه هذا الهدف، ايه اللي هيحصل؟ هتقول ايش، طب مش مشكله بكره هكمل. يعني مثلا انا مثال الجيم مثلا، انا دلوقتي عايز ان انا اخس 30 كيلو، فانا رحت الجيم
وابتديت ان انا انتظم عشان اخس ال 30 كيلو دول. لو انا جيت في يوم فوت او اكلت اكل مش صحي او لعبت في النظام الغذائي بتاعي اللي انا كنت حاطه لنفسي ده، يعني لو انا حاطط عيني على الهدف بس هقول مش مشكله عادي يوم في النص وهرجع تاني اليوم اللي بعدها. انما لو انا عندي نظام كل يوم، انا كل يوم بعمل واحد اتنين تلاته والهدف يعني بتاعي هو الاهداف ان اللي انا احنا عايزين نعملها هنقرر ان هي هتبقى نظام يومي معانا طول السنه، ما نندفعش بحماس فنبذل مجهود كبير جدا في الاول وبعدين نحبط. بالظبط طيب، من النقط بالظبط المهمه كمان اللي انت كنت اتكلمت عليها ويمكن تكون صادمه للناس شويه، فكره انك ما تبقاش لطيف قوي خلال السنه دي. ده حقيقي ده حقيقي. ودي تحس ان في مشكله برضو كده في تربيه كده، في تربيه بعض الناس، يعني ان هم ايه، احنا ساعات بنتعود واحنا صغيرين ان هو انت لازم تكون كويس علشان الناس تحبك، او لازم تقول اه علشان تكون انت كويس، او لازم يعني تتعامل دايما بلطافه علشان الناس تشوفك بشكل كويس. دي ممكن من الكونسبت يعني اللي الاباء والامهات بيقولوها لاطفالهم في سن معين يعني علشان يتعاملوا احسن مع الناس. بس المشكله ان الافكار دي لما بتتزرع بشكل كبير في دماغنا، احنا كمان لما بنكبر بنحس ان احنا الناس مش هتحبك زي ما انت، او مش هتقبل شخصيتك زي ما انت. انت محتاج انك تكون لطيف قوي مع الناس، تكون لطيف في كل الاتجاهات عشان في الاخر الناس تكون بتحبك. والموضوع بعد كده بيزيد لدرجه ان انت ما تعرفش ما تكونش لطيف بقى خالص. يعني تخيل كده، انت ممكن توصل في مرحله ان انت ايه، تبقى انت بتيجي على مصلحتك وبتيجي على طاقتك وبتيجي وتبقى عارف ان اللي قدامك بيستغلك وكل الحاجات دي بتحصل، وانت في نفس الوقت ما عندكش حتى الملكه انك تقول كلمه لا مش هينفع اعمل الحاجه دي، او لا مش هينفع تطلب مني الطلب ده. خلاص انت بتكون اتسيستمت. عشان كده حتى يعني في فيديو من الفيديوهات انا سميتها ان انت كانك بتكون عبد. انت عبد لان انت عندك اوبشن واحد بس، حد يطلب منك حاجه هتقول له اه، في حاجه انت هتبدي مصلحه الناس على مصلحتك هتعملها، لان طيب، انت خلاص مش شايف غير قدامك. خليني اخدك بقى للنقطة التالية، ودي واحدة من الأسئلة اللي جالنا دلوقتي. ازاي اقول لأ وامتى اقول لأ في السنة الجديدة؟ حلو قوي. الموضوع كله بيتعلق بكلمه واحده، كلمه واحده بس، كلمه الحدود. انا مش لازم اقول لا صادمه كده في وشك، يعني اقول لك لا 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 مش هعمل كده، بس انا ممكن ابتدي ارسم حدود صغيره بيني وبين اللي قدامي، وكل شويه اتقل على الحدود دي. حدود بمعنى ايه؟ يعني مثلا لما حد يبتدي مثلا يتعامل معايا باسلوب انا مش حابه، مش لازم اقول له لا 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 ما تعملش بيه الاسلوب ده، بس ممكن اقول في الاول بدل ما اقول كلمه لا صادمه كده اقول ايه، انا ما بحبش الاسلوب ده في المعامله، انا بحب ان الناس تعاملني مثلا زي ما انا بتعامل معاهم. بعدها بشويه لو اللي قدامي، وده غالبا هيحصل لو انا، لو الناس متعوده ان هم يعدوا الحدود دول معايا من زمان، فلو اللي قدامي عدى معايا لحد هبتدي اقول له ايه، بص انا قلت لك قبل كده ان انا ما بحبش الموضوع ده، بص انا قلت لك قبل كده، او احب افكرك ان انا قلت لك ان انا ما بحبش النقطه دي. كل ما الموضوع بيزيد، يعني كل ما اللي قدامي بيعدي لحد، كل ما بفكره ان في هنا نقطه ان احنا مش المفروض ان احنا نعديها، لغايه عظيم. ما في الاخر خالص طريقه بقى من طرق الاسرتفنس بقى اللي هو ان انت تكون حازم يعني بشكل كبير، هو انك تقول لا انا مش قابل الموضوع ده توتالي. واسهل بقى طريقه عشان تقول كلمه لا، لو انت عايز تقول كلمه لا، هو انك تحط لها سبب وراها. يعني مثلا ايه، انت ما ينفعش تتعامل معايا بالاسلوب ده لان ده بيزعلني، لان ده بيسيب لي مشاعر مش كويسه. مش شرط على فكره، وده كونسبت برضه غلط، مش شرط ان انا اقنع اللي قدامي ليه انا بقول لا. يعني انا ممكن اكون بقول لك لا مش هعمل كده علشان انا عندي اسباب الخاصه، مش لازم اقنعك انت بيها. وتلاقي الناس اللطيفه على فكره بتخش في جدال كبير جدا مع ناس عشان تثبت وجهه نظرها في ان هي تقول لا، وانت مش محتاج تعمل حاجه، لا انا مش عايز اعملها خلاص، يعني وقفل الجملة على كده. طيب، نقطة كمان مهمة، ازاي اقدر اطلب حقي خلال السنة الجديدة؟ ناس كتير بتبقى حاسة ان في حاجات كتير جدا من حقوقها، سواء في علاقة سواء في شغلك، ازاي تطلب انا محتاج مرتب اكتر، انا محتاج ترقية دلوقتي، انا محتاج في علاقة معينة، محتاج نوع معين من المعاملة، ازاي اطلب بحقي السنة الجديدة بشكل صحيح؟ دي واحدة من الملفات برضو اللي انت كنت اتكلمت عليها في فيديو مهم جدا. بص، هو اسهل طريقه يعني فكره ان انا اطلب حاجه من حد، احنا ممكن نحطها تحت كده كلمه النيجوشيشنز يعني، او التفاوض. واسهل حاجه انت ممكن تعمل بيها كده علشان تكسب فعلا حاجه من اللي قدامك هو فكره الوين وين سيتويشن، يعني اللي هو المكسب المشترك. يعني مثلا دلوقتي انا بتكلم مثلا معاك اليوم السابع، وانا قررت مثلا ان انا اقول لكم ايه، لا انا عايز الحلقه دي تكون يوميا مثلا، يعني انت فاهم، وانا ان ده حق ليا مثلا، يعني وات ايفر، بقول اي كلام. بس نورنا انا والله، ممكن تبقى حاجة مفيدة جدا. طب بس انا بقى ممكن اقولها لك ازاي؟ اقول لك بص انا عندي فكره، انت فاهم، هي هتريحني انا او هتديني انا ايدج مثلا ان انا اكون موجود معاكم كل يوم، بس في نفس الوقت برضو انت تستفيد، لان مثلا الناس اللي بتتابع مثلا مايكل راشد ممكن تتابع برضك كل يوم، تمام؟ فدي طريقه من ضمن الطرق ان انت تشوف اللي قدامك ازاي تبيع له الحاجه دي بحيث ان ما يكون فيها وين وين سيتويشن. يعني مثلا زي ما انت تكون مثلا مهم عايز قوي فكرة تتنقل الوين وين سيتويشن دي في كل حاجة في حياتنا، يعني جدا ساعات كتير جدا بننساها.
بننساها بننساها خالص. وعايز اقول لك دي اكتر حاجه تخليك توصل اللي انت عايزه. يعني لو انت في انترفيو، انت رايح دلوقتي شركه بتعمل انترفيو وفي 20 واحد معاك قاعدين بره، غالبا الراجل اللي بيعمل انترفيو ده هيسالك يقول لك ايه، طب انا ليه اخدك انت وما اخدش باقي الناس اللي بره دي؟ وهو اصلا اسهل رد، اسهل رد ايه؟ لان لو انت فعلا عايز تدخل الشركه دي، لان انا عارف الشركه دي عايزه ايه بالظبط. لو هي مثلا شركه سيلز مثلا، انا عارف ان الشركه دي عايزه سيلز بالظبط، وانا عارف السيلز دي ممكن اجيبها ازاي، تمام؟ فانا هيكون احسن اوبشن بالنسبه لك ان انا اجيب لك السيلز دي. بس ده وين وين سيتويشن، انت قلت له ان انت هتقدر تعمل حاجه اللي هو محتاجها، وفي نفس الوقت برضو انت هتكون استفيد انك ان انت بقيت في الشغل. معظم الناس بقى بترد على الجمله دي ازاي؟ يقول لك والله اصل انا هارد وركر، اصل انا سمارت، اصل انا بعرف اشتغل تحت ضغط. كل الكلام ده كويس، بس انت في الاخر ما وصلتش النقطه اللي هو عايزها. زي طيب مثلا لما واحد يكون برضه في الشغل بتاعه عايز يترقى، وحاسس ان هو مش قادر، ان هو يعني كل سنه نفسه ان هو يترقى بس مش عارف يطلع فوق، مش عارف لازم ياخد ابين الخطوه بقى لفوق. للمدير هو هيستفاد ايه لما انا اترقى. بالظبط. يعني تمام طيب. انا لو بقيت مدير هغير لكم بقى السيستم ده وهنعمل بالظبط. حاجه جديده. طيب عظيم جدا، احنا وقتنا قرب يخلص، فكنت عايزك سريعا تقول لي اهم نصيحة للناس اللي بادئة النهاردة عايزة تخطط للسنة الجديدة، اهم نصيحة تقولها لهم على الاطلاق يعملوا ايه دلوقتي في دقيقة ونص. بص، اولا يعني زي ما كنت حتى قلت في الفيديو اللي نزل من كام يوم على التشانل، تخيل كده ان انا هدي لك كتاب فاضي فيه 365 صفحه فاضيين خالص، بلانك خالص. انت دلوقتي عندك الابيليتي انك تكتب في الكتاب ده اللي 350 صفحه، تكتب فيه القصه اللي انت عايز تتخيلها بتاعت نفسك. بس اهم حاجه قبل ما تكتبها تعرف انت مين. وتعرف انت مين دي معناها ايه؟ انك تقعد كده مع نفسك، ودي اكتر نقطه مهمه وناس كتير جدا بتقع فيها. تعرف انت ايه القيم اللي بتحركك. كلنا تقريبا عندنا قيم مشتركة في حياتنا، بس كل واحد ليه ترتيب مختلف. يعني مثلا ايه؟ طبعا في الاول خالص قيمة الله، طبعا ما فيش اي شك فيها. بعد كده ممكن واحد يكون قيمة العمل مثلا، قيمة العيلة، قيمة العلاقات والاصدقاء وكل الكلام ده. كلنا عندنا القيم دي ولكن بترتيب مختلف. حاول انك تقعد مع نفسك في الاول وتشوف كل قيمة بالنسبة لك بتمثل لك ايه كمان. يعني مثلا لو كانت اول قيمة بالنسبة لك مثلا بعد الله مثلا هو الشغل بتاعك، طب انا القيمة او الفاليو بتاعت الشغل دي معناها ايه؟ هل معناها ان انا اعمل الشغل باحسن درجه او باحسن طريقه، ولا هل ان انا اخد مناصب اكبر في الشغل، ولا هل مثلا ان انا اكون بعمل الشغل الخاص بيا واسيب بقى الوظيفه وكل الكلام ده. حدد كل قيمه معناها ايه، ما تكتبش القيمه كده خلاص، حدد كل قيمه وراها ايه. ده يخليك بعد كده وانت بقى بتروح اليوم بتاعك وانت بتبتدي اي يوم، انت يبقى عندك لسته من القيم اللي انت عارف انك المفروض تمشي وراها. المشكله ايه؟ المشكله ان احنا بنعيش اليوم بيومه، مش بنركز احنا القيم بتاعتنا ايه. وبالتالي تلاقي ان الانسان اللي يقول لك ان القيمه بتاعتي رقم واحد مثلا العمل بتاعي بعد الله، يعني تلاقيه هو نفس الانسان اللي ممكن يكون بيقعد على القهوه كتير وبيضيع وقت. ليه؟ لان هو مش فاكر القيمه بتاعته، او مش عارف قيمه العمل اللي هو حطها في اول حاجه دي المفروض تكون بتنعكس عليه ازاي. فانت في الكتاب بتاعك ال 365 صفحه ده، لو سمحت افتح اول صفحه اكتب القيم بتاعتك اللي هتمثل لك السنه الجديده. انت عايز لو انت دي اخر سنه بالنسبه لك وانت مثلا بتحكيها لاولادك او بتحكيها لحد قريب منك، تقول له انت عايش السنه دي ازاي؟ ايه الحاجه اللي كانت بتمثلك هذه السنه؟ بس دي اول حاجه ولازم تعملها، انك تكتب انت مين عن طريق انك تحدد القيم اللي موجوده. بعد كده بقى ممكن نتكلم في ايه العادات اللي كانت موجوده عندك لو انت عايز تكمل اكتر. ايه العادات اللي انت كنت بتعملها كويسه؟ او ايه العادات اللي كنت بتعملها وكانت بتقلل، يعني كانت بتقلل انتاجيتك او بتقلل من الحاجات اللي انت ممكن توصل لها. ساعتها ممكن نتحكم في العادات عن طريق ان احنا نبدل اي عاده سيئه بعاده تانية جديده. كنت عملت فيديو برضو قبل كده عن العادات، ممكن الناس ترجع برضو تبص عليه عشان يعني ما ندخلش في موضوع كبير زي العادات. بس يعني سهل دلوقتي بعد ما حددت القيم بتاعتك انك ترجع تحط العادات بتاعتك، تمام؟ حاجه برضو من الحاجات المهمه على فكره واللي المفروض تركز انك تكون بتعملها في السنه الجديده، يعني هو انك تبص للمجتمع برضو اللي انت موجود فيه. ده بيساعدك دايما ان انت تكون حاضر في انك تكون بتطور من نفسك وبتطور من الناس اللي حواليك. يعني انا لو دلوقتي في دماغي مثلا ان انا اطور في محيط العمل بتاعي، في محيط الاصدقاء بتاعي، في محيط العيله بتاعتي، لو انا ده من ضمن اهدافي للسنه الجديده انا هكون برضو بتطور معاهم، هيتحقق برضو وين وين سيتويشن في التطوير. لان كل ما انت هتطلع بره دايره ذاتك والاحتياجات بتاعتك انت الاساسيه وتروح لدايره الناس اللي حواليك وتساعد الناس اللي حواليك، ده بيساعدك ان انت تتطور. يعني تفكيرك حتى بيتطور يعني. بس
تمام. انا يعني سعيد دي جدا كانت يا اكتر مايكل محطة لاحظتها. باللايف ده، وانا عارف انك يعني ما شاء الله عندك كمية كتب كبيرة جدا ممكن تقعد تكلمنا عنها طول اليوم، فاكيد ان شاء الله تبقى ربنا معانا يخليك. في لقاءات تانية. وسعيد انك ان انا عملت معاك اللقاء ده، زي ما قلت لك انا بتابعك دايما على يوتيوب. ميرسي بشكرك جدا. جدا، نورتنا من خلال صفحة اليوم السابع، وان شاء الله اكيد نتقابل تاني. بشكر حضراتكم على المتابعة، شايف تعليقات كتير جدا متعلقة بملف التعليم ووزير التعليم وهنعمل ايه في التعليم. صدقوني متابعين معاكم الملف ده على طول، وهتلاقوا لايفات كتيرة جدا طول اليوم بتتكلم عن الموضوع ده، ما تقلقوش. واكيد الدولة هتاخد القرار الصحيح، ده ملف مهم جدا، وفاهمين قلقكم على اولادكم، وفاهمين قلقكم على الكورونا والموجة التانية عاملة قلق كبير جدا لينا كلنا وفي الشارع المصري كله. فاحنا متابعين الملف ده، اكيد هيكون في قرار سليم وصحيح خلال الفترة اللي جاية بناء على دراسة الوضع الفيروس، وبناء على وضع التعليم، وبناء على كل حاجة اكيد هيكون في قرار يعني يقول لنا او يوضح لنا الدنيا هتمشي ازاي في الملف ده. واكيد ان شاء الله يكون القرار السليم والافضل لينا ولاولادنا، واكيد كمان لبلدنا. بشكر حضراتكم على المتابعة، وإن شاء الله نلتقي في لقاءات جديدة مباشرة من خلال صفحة اليوم السابع. وبشكر مايكل راشد على هذا الحوار، وإن شاء الله أشوفكم مرة ثانية. شكرا لكم.